المرتبة الثالثة جيزال خوري. دولة الرئيس في كتير بيقولوا ضغوطات عليك، بالتحديد من وليد جنبلاط ومن سعد الحريري بأنك تستجيب لطلب مجلس الجنوب والرئيس نبيه بري، لأنه في خوف أنه يصير في مشكل. سنة 1985 دخلت جيزال خوري على محطة LBC واستمرت فيها لمدة 16 سنة. تأثر جيزال بالحرب الأهلية ومشاهد تهجير الدمور والجية شجعها على دخول عالم الإعلام لتخوض مسيرة طويلة وغنية، حاورت خلالها أغلب الرؤساء العرب إضافة للرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الأمريكي كارتر وشخصيات مهمة بكافة المجالات مثل إدوار سعيد، محمد حسنين هيكل، زياد الرحباني، وتستحق عن جدارة لقب سيدة الحوار. نحن أجملنا بنعمل ريبورتاج تعريف مع ناس وينه؟ ما عملناه لأنه أنت أظن أنه ما بتحمل ناس. من أهم البرامج اللي قدمتها جيزال خوري على LBC برنامج دار الفنون، حوار العمر، واليوم الثامن، قبل ما ينشب خلاف بينه وبين المحطة على خلفية مقابلة مع الرئيس المصري حسني مبارك كانت المحطة دعت أنه مارسيل غانم كان مفترض يقوم فيها. أنا لن أنسى حسني مبارك اللي خصني بحديثين، وبالحديثين عطاني سكوب حقيقة، وبنفس الوقت أنا بعد المقابلة الأولى صار عندي مشكلة مع LBC. من بعد المؤسسة اللبنانية للإرسال انتقلت جيزال خوري لقناة العربية وقدمت برامج مثل بالعربي، استوديو بيروت، وحالياً عم بتقدم برنامج المشهد على قناة BBC العربي. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج المشهد، المشهد الليلة من القاهرة مع أحمد قذف الدان. تتميز جيزال بكونها محاورة من الطراز الأول، إضافة إلى إطلالة جميلة ومحببة عند الجمهور، لكن بتبقى نقطة الضعف الأكبر هي ضعف لغتها العربية. بيسألك أسئلة إذا ما بدي، لأنه بخاف يكون التعبير اللبناني مختلف عن التعبير العربي. وقتها اللبنانية إنه هيك أسئلة بلدية نوعا ما. يذكر أنه جيزال كان تم اختيارها سابقا من قبل نيويورك تايمز ضمن أفضل 8 إعلاميات بالمجال التلفزيوني. أنا جيت لعندك كشفة الرأس وما قلت لا، فأنا بدي أشكرك، بس كمان ما طلعت في كل نصف ساعة تبعك. أنا سيدة جيزال، أنا لست موكلا في أن أحجبك، أنا موكل في أن أغض البصر. المرتبة الثانية زفان كيوم جيون. في الرياضة فاز الهومنمن على الهومنتمن 3-1، والصفاء على التضامن صور 1-0، والإخاء الأهلي على السلام صغرتة 2-1. بدأ زفان كيوم جيون مسيرته المهنية سنة 1998 على شاشة تلفزيون لبنان كمراسل ومقدم لنشرات الأخبار، وكسر كليشيه أنه الأرمني ما بيحكي عربي. أسعد الله مساءكم تلفزيون لبنان. ومن بعد انتقل لتقديم البرامج السياسية والاجتماعية سنة 1995 ببرنامج 5 على 7، اللي حقق رقم قياسي كأطول برنامج حواري على شاشة تلفزيون لبنان بالتسعينات، وسجل أعلى نسبة مشاهدة سنة 1996، وهي الحلقة اللي تعرف فيها اللبنانيين على عارضة الأزياء هيفا وهبة. عائلتك كيف تعاملت معك؟ ما حدا بحب حدا مثل ما الأم والأخوة والبي بحبوك، انه اكيد اهلي ماما ممكن وين ماما تصدق عني انه انا هيك، انا مني هيك ابدا. بهالبرنامج كمان كانت الاطلاله المباشره الاولى للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. اي فريق بيحاول انه هو يحتكي السلطه، نحن نتمنى انه يحتكي هو اللي عم بيصير اللي عم بيصير بهالموضوع تحديدا. نحن متهمين باحتكار المقاومه، نعم، غيركم، لكن غيرنا محتكر السلطه ما خلينا. سنة 1999 امر رئيس الجمهوريه امين لحود بتوقيف زفان عن الهواء بعد حلقه عن العماله الاجنبيه وارتفاع نسبه البطاله، فانتقل الى تلفزيون المستقبل. بدا زفان برنامج سيره منفتحت على شاشه المستقبل، اللي اسس لنمط جديد بكيفيه مقاربه القضايا الاجتماعيه على الشاشات العربيه. بدانا سيره وانفتحت، فتحنا السيره وانطلاقا من فكره بسيطه، التلفزيون مش بس للمسؤولين، الوزراء والنواب ورجال الاعمال والمشاهير، التلفزيون لنا جميعا. وادخل التكنولوجيا الحديثه لاول مره مع اول ايميل، اول ويب سايت، واول اتصال سكايب بالعالم العربي. انت رسميا اول اتصال سكايب بالعالم العربي، تفضل شو عندك تقول؟ مع تراجع تلفزيون المستقبل بعد 2006 تراجعت نسبه مشاهده زفان، ليبقى حضوره مرسخ بشو حسيت. اذا باخر حلقه بدكم تسالوني شو حسيت انا وعم اقدم اخر حلقه من سيره وانفتحت، حسيت اني زعلان. سنة 2013 انتقل زفان إلى تجربة جديدة، هالمرة مع شركة إنتاج خاصة هي باريبا. مسعد طارق وهذا تخيل.
واستمر البرنامج سنتين ليعود من بعدها بنهاية سنة 2014 ببرنامج جديد بيحمل عنوان بلا طول سيرة. بالمرتبة الأولى مرسال غانم. في جمهورية الفشل والفراغ مدد النواب لأنفسهم لا شيء جديدا، لا خيارات أخرى، لأننا استسلمنا أمام انهيار كل شيء في جمهورية الفشل. إذا سألنا أي شخص عن أشهر برنامج سياسي حواري بلبنان رح يجي الجواب بسرعة كلام الناس. كلام الناس رح بتتبعوه كل خميس الساعة 2:30 المساء مباشرة على هوا الـ633. من سنة 1995 ولهلأ مازال مرسال غانم مستمر بتقديم برنامجه بنجاح كبير على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، ليكون البرنامج الأكثر استمرارية بالعرض بتاريخ التلفزيون اللبناني. رئيس مجلس إدارة شركة عندها كل همومة اليوم، متذكر أنه أنا اللي 17 سنة على الهواء. الإعلام اللي بدأ بممارسة المحاماة انتقل لعالم الإعلام عام 1985 بإذاعة لبنان الحر قبل ما ينتقل لشاشة المؤسسة اللبنانية عام 1991 ويقدم مع مي شدياء برنامج كلام مسؤول. أهلا وسهلا فيك مي. لكن النجاح الحقيقي كان مع كلام الناس اللي قدر من خلاله مرسال أنه يثبت نفسه كمحاور ذكي ويخلق بصمته الخاصة. شخص هلا بتحول يعني أدين وفقه أرجو هلا يا خي هو بدو عد جهنم شو لك فيه؟ نعبد الله يا خي يا حبيبي أنا أخذه على جهنم شو لك فيه؟ خلص خلص أنا بدي إيرو خي يا خي بده ينحرم من الحريات في جهنم سكوت. وعالج من خلاله مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية كتيرة حتى أصبح البرنامج بمثابة منبر بيطلق فيه سياسيي الصف الأول مواقف مهمة ومصيرية. إذا في مؤامرة رح تنكشف، وإذا انكشفت حيدفع أثمانة. خلال 20 سنة حاور مرسال النخب الاقتصادية والفكرية، ويمكن مقابلته مع مؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج هي من الشواهد على إنجازات الإعلام الناجح اللي بيمتاز بأناقة كبيرة وتشكيلة ساعات مميزة، إضافة إلى ضحكة بتفرقه عن كل مقدمي البرامج الحوارية. رغم علاقاته السياسية المتشعبة قدر مرسال غانم أنه ما ياخد طرف وما ينحسب على جهة معينة، ونعرف عنه قدرته على حشر ضيوفه من خلال أسئلته الجريئة وبحثه اللي بيغطي كافة جوانب الحوار. أنت عم تزور الكلام أو عفوا لا بترجيت أنا عم أقول لك لا لا ما فيك تعطيني إدارة مش عم بعطيك إدارة بس أنت أكبر منك أني عم تزور الكلام أنا مش عم تزور الكلام أنا أعطيت معلش جنرال ما تعود زور كلام أبداً. أنا سميت شي ولي جملات أبدا لا ما أنا سميت ولي جملات قلت لك أنه مش أنت سميت ولي جملات تنهار بالصحف تحليلات أنه أنت كنت عم تسمي تلاقي حزري الصحف ما بعرف بس مش أنا زورت بترجيك طيب ما أنت زورت شوف حب اسمعها منك كويس. يعني الويل للذين يحاولون الممازحة لأن مرسال يقضي عليهم. واجه مرسال بعض المشاكل خلال مسيرته بالال بي سي، ويقال انه هو سبب خروج اعلاميات مثل مي شدياء وجزال خوري من المحطه، وفرض نفسه كرقم صعب بالمعادله الاعلاميه. مي كانت ولا تزال وستبقى زميلي. انا بقول دائما انه لا يمكن لحدا انه يفلل حدا الا اذا كان هو يعني مش قادر يتلائم مع وضعية معينة. مرسال حالياً مستمر بكلام الناس إضافة إلى تدريسه الإعلام والصحافة للطلاب الجامعيين. أنا ما حققت مثل ما قلت إلا 5% من الدعم. هيدي كانت حلقتنا عن أهم 10 إعلاميين حالياً على شاشاتنا. في إعلاميين كتير ما كانوا ضمن هيدي اللائحة رغم تميزهم الكبير مثل زياد نجام، جورج إرداحي وغيرهم. بدي يوم أفقعك بوسي مش بينك مين سلامي جوابك صح. المنافسة بهالمضمار قوية جدا، خاصة انه كليات الاعلام بتخرج سنويا المئات من الراغبين بدخول هالحقل، لكن للاسف المستوى ما زال عم ينحدر، والبرامج الفضائحية عم بتحقق تفوق على البرامج الثقافية، في حين بلشت البرامج السياسية تخسر رصيدها، اما برامج الالعاب فهي شبه مختفية. وحاجتنا لاعلاميين من الطراز العالمي من امثال رياض شرارة ضرورة ملحة، خاصة اذا بدنا نحافظ على لبنان كمنارة ثقافية واعلامية. فعلا يعني شكلنا شكلتين بيخلق شكلة جاردينيا وشكلة باكنجان تصبحوا على خير.